من طرف السلك القضائي. دعت الهيئة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام قصر العدالة بتونس وبكافة الفروع الجهوية، مشيرة إلى اعتمادها جميع الأشكال النضالية دفاعا عن هيبة المحاماة وكرامة المحامين حسب ما تقتضيه مجريات الأحداث. عميد المحامين أكد أن الهيئة حاولت تجاوز لإيجاد قم به ولم نقترف. احنا كهيئة وطنية للمحامين لم نقترف اي شيء حتى نعتذر عن اي معطى. قرارات جاءت بعد جملة محامون ونقية للاشراف على القضاء العدلي كهيكل وحيد ممثل للقضاء التونسي. اقترحت وسائل نضالية عينة في داخل الفضاء كما مقاطعة البعض أو القيام بشكايات. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان